السلام عليكم خوتي اخواتي، نتمنى تكونوا دائما بخير ويلقاكم هذا الفيديو انتم ان شاء الله ديما في احسن الاحوال بحول الله. اليوم باذن الله غادي نديكم معايا اليوم الحد، غادي نخرجوا كما العاده في نهايه الاسبوع. الواحد كيبغي يخرج شويه، يفوش شويه على راسو، يحيد داك القنط وداك ويخرج شويه من داك الروتين ديال السيمانه كامله. المهم غادي نديكم معايا لواحد الجوله خفيفه، غادي نمشيو نفطروا على برا. اليوم رانا معروضين نفطروا على برا، عرضت علينا الوالده قالت لنا غادي دينا اليوم نفطروا على برا ان شاء الله. المهم حبيت نديكم معايا ونشارك معكم كيفاش غادي ندوزوا هذا النهار هذا. المهم دابا رانا في الطريق غاديين، دزنا جهه الكورنيش ودابا راه غاديين للسلوان. كيعجبنا واحد الكافي تما ديال العائلات، كافي مزيانه فيها الجو زوين، كيعجبنا نمشيو ونفطروا تما ونبدلوا الجو شويه. خليكم مع الفيديو باش تشوفوا كيفاش غادي ندوزو نهار الحد ديالنا ان شاء الله. احنا باقي في الطريق يا البنات، غادي ان شاء الله ديك الكافي اللي قلت لكم. انا في نهار الحد كيعجبني نبعدو شويه على الناظور، يعني نخرجوا شويه مابقاوش غير هنا في المدينه، كيعجبني نبعدو شويه. وسلوان شويه خارجه على المدينه ديال الناظور، كاينه تما واحد الكافي زوينه بزاف، كنت ديجا شاركت معكم الفطور ديالي تما، كيعجبني بزاف نمشي تما ونفطروا مع العائله. مشيت انا وخوتي والوالده، الله يخلي لكم الامهات ديالكم ان شاء الله. كيف ما كنعرفوا كاملين اي واحد كيبغي نهار الحد يبدل الجو، كيف ما قلت لكم شوفوا اماكن جديده يعني نغيروا شويه من داك الروتين. المهم كيف ما كتشوفوه احنا باقيين في الطريق، كتشوفوا مرجان ديال الناظور كيبان لينا من هنا كيف كتشوفوا. المهم يا البنات ملي غادي نوصل غادي نشارك معكم الفطور ديالي، خليكم معنا. وها حنا وصلنا يا البنات الحمد لله، وبعد ما جلسنا في الكافي ما بغيتش نطول عليكم، بعد ما جلسنا وطوموندينا الفطور كيف كتشوفوا. ها هي الكاتالانا اللي كتعجبني، كنفطروا بها الواحد كيبدل شويه داك الفطور اليومي المعتاد ديال الزيتون والخبز وتاي، دابا جينا نبدلو شويه. كيف كتشوفوا الوالده بحال العاده هي كتعجب ليها الاومليت بالبيض مع الزبده البلديه، وانا كتعجبني الكاتالانا مع اتاي. كيف كتشوفوا انا وخوتي دوموندينا الكاتالانا هي واتاي. كيف كتشوفوا الكاتالانا عباره غير على مطيشه محكوكه والطون وفوق منها فرماج وشويه ديال الزعتر، كتعجبني بزاف. كنصوبوها حتى في الدار، ولكن حاجه ديال يعني ملي الواحد كيبغي يخرج على برا كيبغي ياكل شي حاجه هكا خفيفه. اختي كتعجبها مع القهوه، كيف كتشوفوا هي دوموندات القهوه وحنايا اتاي. المهم دابا غادي نخليكم وغادي نفطروا ونعاودوا نتلاقاو. وبعد ما سالينا الفطور كيف كتشوفوا طلبنا الرايب، بنين بزاف وبارد حيت الجو سخون، اما باقي شويه ديال الصهد، ولكن هنايا في سلوان الجو شويه بارد وبغينا نحليو بهاد الرايب هذا، كيجي بنين وغادي نمشيو للدار ان شاء الله. وبعد ما سالينا الفطور صافي رانا غاديين للدار. كيف كتشوفوها هو الكورنيش خاوي في نهار الحد، باقي الناس كيجيو، كتكون هاد البلاصه عامره بزاف في العشيه مور العصر، كتكون هاد البلاصه عامره والناس كتجي كتفوش. كاين اللي كيبغي يلعب الرياضه، كاين اللي كيدير لا مارش، كاين اللي كيبغي يجلس غير حدا البحر هكا باش يتشم شويه يشم الهواء ويبدل الجو. المهم دابا رانا غاديين للدار ان شاء الله باش توجد لينا الوالده الغداء، حيت راه دابا ودن الظهر غادي نمشيو بحالنا للدار. بعد ما وصلنا للدار دابا رانا كنوجدوا الغداء، والوالده اليوم غادي تبرعنا بواحد الشهيوه ديال الحوت.
كيف ما قلت لكم هي الوالده كتوجد لينا الغداء. كيف كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله دارت لينا الحوت الغداء. كتشوفوا الحوت مع الكروفيت مع زينات حتى هي كدير الديكور. كيف كتشوفوا دارت الحامض في الوسط وفرشت ليها شويه ديال الربيع. وكيف كتقول ديما راه العين كتاكل قبل من الفم. اهم حاجه الديكور واللي كيعطي يعني كيعطي الشهيه باش الواحد ياكل الحاجه اللي كتعجبو. كيف كتشوفوا غادي نخليكم دابا انا غادي نمشي نتغدى ونعاودو نتلاقاو. خليكم معنا. وبعد ما تغدينا وجمعنا الكوزينه كيف كتعرفوا راه يعني الحوت كيدي شويه ديال الوقت في توجد. وباش نجيو نقيو الكوزينه ونغسلوا الماعون ونجمعوا الدنيا كلها. كيف كتشوفوا دابا راه وصلت الوقيته ديال الكسكروت. درنا غير كسكروت خفيف اتاي مع واحد الكيكه ديال التفاح. كيف كتشوفوا كنا ديجا موجدينها وهي غطيناها بالسلوفان ودابا غادي نحطوها مع اتاي. المهم يا البنات نتمنى يكون هادشي ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم. كنتسنى تعليقاتكم وتشجيعاتكم اللي كتفرحني بزاف. شكرا لاي واحد او لاي وحده خلى لي تعليق زوين. شكرا لكم وكنتمنى اللي باقي ما اشتركش معايا يشترك ويفعل زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد باذن الله. المهم الخوت حبيت نشارك معكم نهاري ديال الحد شنو كلينا وفين مشينا وشنو درنا. كنتمنى يكون هادشي نال الاعجاب ديالكم. كيف كتشوفوا ها هي بعض الصور ديال يعني من نهار الحد او كيفاش دوزنا اليوم بين الفطور والغداء وحتى الكسكروت. المهم دابا وصلنا لنهايه ديال الفيديو. خليتكم دابا في حفظ الله ورعايته والى فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.